سيد رمزي، أجل الاجتماع من السبت إلى الثلاثاء، من المفترض كان أن يبدأ الاجتماع في 9:30 توقيت رام الله، 8:30 توقيت القاهرة، لماذا لم يبدأ حتى اللحظة الاجتماع؟ يعني الاجتماع بعد قليل كما هو متوقع سيبدأ أعماله، ووجهت الدعوات للقوى وفصائل منظمة التحرير، وكنا نأمل أن توجه الدعوة على غرار الاجتماع القيادي السابق للإخوة في حماس والجهاد. فوجئنا أن الدعوة لم توجه كما عبروا في البيانات التي أصدروها. في كل الأحوال هذا الاجتماع سينعقد، لأنه اجتماع ينعقد في ظل استحقاق كبير، يعني لا يحتمل التأجيل. هذا ليس اجتماعا عاديا، هذا اجتماعا في ظرف طارئ واستثنائي لمواجهة أيضا استحقاقات استثنائية تتمثل بإعلان حكومة الائتلاف الجديدة في إسرائيل عن يعني في بيانها الذي عرض، البيان الحكومة، عن أنها يعني ستتقدم بمشروع الضم وتبدأ بالخطوات والآليات الكفيلة بإنجازه. وبالتالي أصبح الموضوع الآن يحتاج إلى رد يعني فلسطيني، ليس بالإعلان عن يعني المواقف والقرارات السابقة، فهذه قرارات اتخذت في المجلس الوطني بإلغاء الاتفاقات والالتزامات التي ترتبت عليها، اتخذ عام 2018 ثم اتخذ عام 2019 في شهر تموز شهر يوليو 7 باجتماع للقيادة الفلسطينية، ثم أخذ بنهاية 2019 بعد إعلان خطة ترامب ونتنياهو. الآن المطلوب الانتقال الفوري إلى بدء التنفيذ والشروع بتنفيذ هذه القرارات، وفي مقدمتها إلغاء هذه الاتفاقيات، في مقدمتها أوسلو وكل ما ترتب عليها من التزامات مثل التنسيق الأمني والارتباط الاقتصادي بالاقتصاد الإسرائيلي وسحب الاعتراف بإسرائيل، والقرارات الأخرى المتعلقة بخيار المقاومة الشعبية والميدانية كخيار كفاحي ضروري. نعم. واعتماد استراتيجية سياسية فلسطينية. طيب. ليجمع الجميع حولها بما في ذلك التجاوز حالة الانقسام والبدء باجتماعات قيادية فلسطينية بتضم قوى منظمة التحرير والقوى خارج منظمة التحرير وخاصة الإخوة في حماس والجهاد للاتفاق على استراتيجية سياسية وكفاحية. نعم. فلسطينية موحدة لمواجهة هذا الخطر المصيري، وأيضا للانتقال بخطوات عملية وجدية لإنهاء حالة الانقسام كما. طيب. وردت في اتفاق 2017 الموقع من جميع الأطراف.